اعذرني يا استاذ محمد معلش لان بجد عطشان يعني. بعتذر لك وبشكر الاستاذ تايسون اللي طلع جاب لنا الميه. فريق عمل متكامل وناس محترمه جدا. خرجنا مع بعض فاصل اعلاني ودلوقتي معدنا مع الحاله الانسانيه. قبل ما نشوف الحاله الانسانيه اللي معانا انا بعتذر لكل الناس اللي حابه تعمل مداخلات لان وقت حلقتنا بجد مش مكمل. الحلقه الجايه اي حد عايز يعمل مداخلات اي حد عايز يسجل معانا انا ما عنديش مشكله، لكن في حالات انسانيه مش عايزين يجي على حقها. الحاله الانسانيه اللي هعرضها عليكم دلوقتي بقالها سنه مالها يا علي؟ بقالها سنه مالها يعني؟ ايه المشكله بقالها سنه يعني؟ ما في ناس كتير بقالها سنين. لا حضرتك الحاله دي بقالها سنه بتنام في الشارع، ام واربع بنات بيباتوا في الشارع. كان في واحد الله يسامحه قال انه هيساعدهم ولما نزلنا طلع انه كان عايز يستغلهم وبسببها عمل مشكله واتصل ببرنامج تاني واتهمنا وعمل فيلم احنا في غنى عن ذكره. الست وبناتها بيناموا في الشارع واحنا هدفنا اننا نساعد الناس ونعرض الحاله مره واثنين وثلاثه وعشره لحد ما نساعدها. لو في ايدينا نساعدها. تعالوا مع بعض نشوفها ونرجع نكمل في طريق الخير. مظلومة بس مين حضرتك اللي حاسس؟ العجل فين يا محكمة؟ عالأرض ولا في السماء؟ أكبر حديد أحوتنا وإحنا الأبرياء، إحنا اللي دعانا في زمانكم واللي انتشر فيه الرياء. كبير عن الحق دعمة وصغير على الأرض درمة. كبير عن الحق دعمة وصغير على الأرض درمة. وإن سألوك عن العدل فقل مات عمر، لكن العدل لا يموت. ربنا سبحانه وتعالى حي لا يموت. حلقتنا أو الحالات الإنسانية معانا كالمعتاد بننزل كل المحافظات وبنلف نشوف مشاكل أهلنا واحتياجاتهم، لكن النهاردة الموضوع مختلف لأننا بنسجل من الشارع. حد هيقول لي بتسجل في الشارع ليه؟ هقول لك لأن الست اللي معانا هي وبناتها للأسف بيباتوا في الشارع. بنات مسلمين وأمهم بيناموا في الشارع. نورة 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 أبو زيد عبد الرحمن. عندك كام سنة؟ 37. منين؟ أنا مواليد حلوان ومتربية في الشرابية في مولدة والدتي، وكنت قاعدة في شبرا الخيمة. زوجك فين؟ أنا حضرتك مطلقة ومعايا أربع بنات، معايا كبيرة متجوزة ومعانا حضرتك عندها السكر مولودة بيه ووقعت من فوق كوبري عرابي من مدة 3 سنين تقريبا بالظبط. أنتوا فعلا نايمين في الشارع؟ أه قسما بالله العظيم، وببات عند واحد بواب. ولو حضرتك عاوزني اخد حضرتك واوريك يعني اوري حضرتك، بس علشان خاطر بس الراجل ده قاعد في اوضه ويعني ساعات بتناموا في الشارع وساعات بتناموا عند البواب ده. العظيم اه والله والله قسما بالله العظيم حضرتك نمت على سلم جامع. انت اسمك ايه يا حبيبتي؟ منار. اسمك منار؟ ايوه. انتوا فعلا بتناموا في الشارع؟ ايوه. ايه اللي خلاكوا بتناموا في الشارع؟ من بعدلتنا واللي احنا مش لاقيين سكن وما بنشتغلش وكده مش لاقيين شغل. بابا سابكوا ليه؟ بابا سابنا عشان هو اتجوز و مظلومة بس مين حضرتك اللي حاسس؟ ما حدش فالب رحم حضرتك. انا تعبت، انا اتحبست ظلم، اتبهدلت، اتاخد عفش يعني طريق بنتي ده. انا كنت بنام على سريري وغطي وبقول زي ابني ما عملتش حاجة وحشة في حد خالص. حتى طريقي دخلت وقفت جنبه خليته بني ادم. شقتي ولد بسبب اخته، وقفت جنبها اتجوزتها، عملت كتير. ما لقيتش حاجة خالص يا استاذ علي لاي حد. اللي انا شفته محدش شافه. الحمد لله انا ساعة حادثة بنتي رموالي في المستشفى بالسرير بره، اضطريت انام جه على كرب. نفسي في اي حيطه يعني ان هي تدارينا، نفسي في مشروع ناكل منه، بس يعني مش هو ده اللي انا طالباه، هو ده كل اللي انا طالباه من ربنا ومن الناس. بس
نفسي اللي احنا نلاقي حاجة تدارينا ونشتغل ونخاف على بعضنا ونخاف على بعض ونخلي الناس كلها ما تبصلناش كتير. حضرتك اتعرضنا، انا نمت 14 يوم قبل كده في الشارع برضك اول ما اتطلقت حضرتك، ومعايا منار بتاخد الحقنه بتاعت الرئتين ب 2500 غير الانسولين مستورد، والشكوى لله، وماضيه 75000 جنيه قرض غير 5000 اهم و2000 تاني. يعني والشكوى دلوقتي عليكي ديون 75000 جنيه؟ اه غير الفايز وغير 5000 اهم، وما حدش الشكوى لك كل سكن. بسبب ايه الفلوس دي كلها وانت نايمه اصلا في الشارع؟ القرض ده خدته ساعه منار، ودول خدتهم كانت برضو بنتي منار تعبانه وعشان اخد سكن، وبالتالي كان معايا بنتي الكبيره اللي هي متجوزه ومعاها بنتها دي كانت تعبانه عندها الكلى، فاضطريت طبعا ان انا قاعده ببنتي وما فيش فلوس وما فيش مصاريف. العدل فين يا محكمه؟ على الأرض ولا في السماء؟ أكبر حديد أحوتنا وإحنا الأبرياء، إحنا اللي ضعنا في زمان كل انتشر فيه الرياح. كبير عن الحق دعمة وصغير على الأرض درمة، وصغير على الأرض. زي ما شوفنا الست، أنا مش هقول أي حاجة ولا هطول في الكلام، أنا كل اللي هقوله لو أنت قاعد بتسمعني ذنب الست دي وولادها في رقبتك لو أنت قادر تساعدهم وما عملتش حاجة. خلاص الموضوع بقى في إيديكم، أي حد شاف الست اللي نايمة هي وولادها في الشارع ويقدر يساعدها وما عملش حاجة ذنب الست دي في رقبته. ربنا يعينهم وربنا يعين كل الناس.